مجددا صباح الخير لكل أعزائنا المشاهدين ولكل اللي انضموا لنا بهالفقرة من صدر حديثا. اليوم على مائدة هذه الكلمة كتاب يشرح العديد من الصدمات، هذه الصدمات منذ 100 عام ولكن أدت إلى نهاية لبنان الكبير. اليوم في هذه المقاربة وفي إعادة قراءة لهذه الصدمات وفي إعادة بلورة لمفهوم رأسمالية الكوارث وكل هذه المفاهيم التي تضمنها هذا الكتاب من التدمير من الداخل، من الفوضى الخلاقة، من الحرب الهادئة، من تدجين الشعوب، كلها ولدت صدمة. واليوم في هذه القراءة 100 سنة من الصدمات ورأسمالية الكوارث، فهل بها تنهي كيانية لبنان الكبير؟ اليوم مع هذا الكتاب الذي يحمل عنوان نهاية لبنان الكبير، بشرفني وبيسعدني أن يكون عم بستضيف بهالفقرة الصحافي والكاتب الأستاذ أنطوان فرانسيس. صباح الخير أستاذ فرانسيس. صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني أنا فخر لإلي وهيك بمحبة إني أطلع معكم بالتلفزيون وتلفزيون مريم، يعني بحد اسمه مريم، الاسم ودلالته ومدلوله وعمقه كتير عزيز على قلبي. علها تشفع فينا ايه لنعود إلى لبنان الكبير، ما بعرف إذا رح نعود ولا مش رح نعود، هلأ رح نشوف. أستاذ أنطوان، أول شيء هيك خليني أقول الأبرز كان بهذا الكتاب هو مفهوم الصدمة، واللي عنوانته تحت هذا الكتاب 100 سنة من الصدمات. ويمكن هيك مفهوم الصدمة نحن منعيشه، بس يمكن هيدي الصدمة اللي بتخلق نتيجة أسباب ومكامن اليوم كلها سوا. ليش فتت هيك خليني أقول بهالمفهوم لمقاربة اليوم هذا المسار التاريخي من 100 سنة من عمر لبنان الكبير، وخصوصا هيك يمكن بآخر صدمات عم نعيشه؟ شوف، أنا طبعا كنت عم بعيش أحداث لبنان مثل كل مواطن لبناني، بتتأثر فيها، بتزعل، بتنفعل، بتخسر، بتربح، يعني فهمت كيف؟ فبنفس الوقت أنا ككاتب بتابع الأحداث يوما بيوم ولحظة بلحظة وباخذ نوت. فهالمراقبة اليومية، بالصدفة قريت كتاب لكاتبة كندية اسمها نعومي كلين. الكتاب مش جديد، طلع سنة 2007، بتحكي فيه عن عقيدة الصدمة. بتقول انه الصدمات كل شيء ناتج عن صدمة. الصدمة، بيقول، بأيام الصدمة يتقبل الجمهور ما لا يتقبله في الأيام العادية. من هيك الحكومات تسعى وراء الصدمات، تفتعل الصدمات لتمرير قراراتها. هلأ هون بلبنان الحكومة كانت مصدومة أكثر ما هي صادمة. الصدمات إجت من برا على تتبعها، على مراحلها. فبتلاقي إنه لبنان الكبير، وهون يلي أنا أكثر شيء خلاني روح على هالمفهوم للكتابة، إنه كنت عم بحضر حالي، عم بشغل على مسلسل عنوانه لبنان الكبير، يعني عن البطرك الياس الحويي، وجوه وكان برعاية البطركية المارونية المشروع، انه كانوا عن نحتفل ب100 سنة بمئويات لبنان الكبير. فجأة صارت الصدمة يلي سميت ثورة او ما شيء، هدمت الكيان ككل، وقفت. فشفت انا انه هالشيء مفتعل، يعني مش ممكن يكون هالانهيار اللي صار بلبنان هو تراكمي وليد لحظة. باللحظة كانت لحظة الانفجار، بس بالنسبة لي هناك ما انفجر، مش انفجار طبيعي، مش انه عم ترعوا جينا بشباط صار في رعد وغيم، بتموز نحن صار في رعد وغيم. من هون طلعت على، تابعت الموضوع، صرت اعمل بحث حول الصدمات التي مر بها لبنان. خلينا نبلش بهالصدمات هيك، يمكن في 7 صدمات اليوم مر فيها، وكأنه حتى رقم 7 هو رقم كمال، يعني وصلنا إلى النهاية. خلينا نبلش بالصدمات يمكن هيك اللي بلشت فيها، اللي هزت العالم واللي على أساسها مثل ما ذكرت اليوم جذور هذه الصدمة.
اليوم الهدف كان انه يخلقوا هيك صدمات ليلهوا الشعب عن التفكير. هذه اليوم نظرية شومسكي يلي بيحكي فيها 10 نظريات لتدمير الشعوب، 10 نظريات مطبقة بلبنان، 1 2 3 4 10، أنا حاطط الـ10 وعطي أمثلة كيف طبقت. حلو، بس قبل ما أقول لك، يعني صدمة مش اليوم، يعني إحنا مش 2017 أول صدمة، أول صدمة كانت بـ2005. الشوك الأول كان مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري، هذا الشوك كان مفتعل ومدبر ومخطط له بشكل كتير كبير، عمل صدمة للجمهور وأدى إلى خروج الجيش السوري. تاني صدمة وتتالت الصدمات بعد منه، يعني هلا عم بحكيك بالعصر الحديث، يعني عم نحكي كيف كنا نحن من الانتقال من الزمن السوري والحكم السوري إلى زمن الفوضى الخلاقة يلي اخترعتها كوندوليسا رايس. يعني نحن اليوم ما في حل وسط بالاثنين، كنا من العهد السوري وصلنا هلا بالانهيار الشامل، نعم، او عتبه الانهيار الشامل يلي بعد باقي بصيص امل كثير قليل من الكيانيه تبع الوطن. نعم، استاذ انطوان، يمكن الصدمه الاكبر اللي توقفت عندها واللي يمكن هيك كمان بمقدمته كمان دكتور حسن حمادي حكي عنها هي صدمه الانفجار الكبير، وهو مرفق تفجير 4 آب بمرفق بيروت. نعم. وكيف هيك قاربت هذا الموضوع ببعد آخر مختلف، ببعد تحقيقي للوصول إلى كشف من كان وراء هذا التفجير؟ كيف كان هالأسلوب وهالمقاربة؟ لأنه لحد الآن رغم كل اللي صار، مع يعني مع محبتي الكبرى وتعازيي العميقة جدا جدا لأهل الضحايا، اللي عم بيصير واللي صار من يوم الانفجار اليوم بعد مرور 2 إلا 50 يوم، نحن لا نزال في المربع الأول، لا نزال تحقيقيا وقانونيا وقضائيا نحن في المربع الأول. لماذا؟ ما في جدية أبدا بطرح الموضوع، لأنه نحن اليوم تقع جريمة كم الحالي جريمة كبرى بهالحجم، أول شيء بيطرحه المحقق على نفسه، بيوصل بيقول من المستفيد من هذه الجريمة، بصير يبرم، هو يفتش عن القاتل، يفتش عن القاتل عند حدوث القتل طبعا، مش عن يفتش عن البارودة. اليوم نحن كل التحقيق صار في انفجار هائل دمر مدينة بأكملها، روح 204 ضحايا قتلوا، 204 عيال أصيبت بالصميم، وميات الجرحى ما فينا نعدهم لأنه شيء صغير شيء كبير. اليوم رحنا على التحقيق، عشو عم نسأل؟ نعرف انه في باخره فيها امونيوم انفجرت، او الامونيوم نزلت من الباخره انفجرت. عم نبرم لحد الان خلال 2 سنين، منين جابت، منين اجى الامونيوم، مين نزل الامونيوم، مين فوت الامونيوم، مين طلع الامونيوم، كم كيس امونيوم، شو كان منزوع. طب هودي بيسالهم سؤال واحد، من نحن بالاعلام في نظريه من كيديك واكيب لمن يقول ماذا لمن وباي وسيله، بعد في 4 5 فهمنا الانفجار. بس هذا سر يعني التحقيقات هيك بتتطلب اليوم العمل. اولا اول سؤال، كيف تم التفجير؟ حدا ساله جاوبونا على شيء؟ بعدهم عم يحكوا اللي جاب الباخره فلان وطلعها فلان ونزلها فلان، القاضي هلا الموقوفين كلهم سوا يلي صاروا 2 سنين بالحبس، هودي باي تهمه؟ تهمه الاهمال. نحن عم بدنا نعرف من فجر؟ كيف فجر؟ كيف وقع التفجير؟ السؤال الأساسي، من هو المستفيد من التفجير؟ هاي أول نقطة أنا حكي فيها. ثاني نقطة، نظرية شومسكي اللي بتروح إلى العاطفة، كل شيء صار حول المتحف ما حول انفجار المرفأ يتوجه إلى عاطفة الناس، استغلال العواطف، هالناس المفجوعة اخذوها الإعلام وبيحكوا يعني بيحمسوهن على قرارات تصب في مصالح سياسية معينة أو ضد مصالح سياسية معينة، لا تصب أبدا في البحث عن الحقيقة. وهن بكل براءة وبكل يعني الإنسان مجروح بيروح محل ما بدك، الإنسان المجروح إذا اليوم الميت بالسهل بتقول له روح من هون بيروح، خده هون، ما بيكون عنده القدرة على التفكير، لأنه هون الصدمة، مصدوم لشوك، وهذا هون الشوك كتير كبير. فالاستغلال اللي تم لجريمة المرفأ ما له مثيل بالتاريخ، ما بعرف أنا جريمة تم استغلالها بهذا الشكل. نعومي كلين بتحكي عن تسونامي اللي صار 2004 بفيضان نهر المسيسيبي، ونفس الشيء
انجرف كان بالمسيسيبي على ضفافه في اكواخ وكلهم سود يعني من الجن هذا، وهوديك البيض بيكرهوهم. بيقول احد كبار الراسماليين بامريكا، بيقول نحن صرنا سنين عم نفتش كيف بدنا نحل مساله الاكواخ وعجزنا، بس الله قدر. يعني انه كان مبسوط بالكارثه. هون بلبنان صار نفس الشيء. انت بتعرف انه ثاني يوم من الانفجار، ثاني يوم ثاني باربعه بخمسه اب صار الانفجار، بخمسه اب سته اب كان في ناس قاعده هون عم تشوف كيف بدها تستثمر المرفأ، وكان في ناس عم بتبرم تشتري البيوت مدمره باسعار كيف بيكون استغلال؟ هي راسماليه الكوارث، هي هي الاستثمار في راسماليه الكوارث. الكارثه مرفأ مدمر، ميات الشهداء بالارض، اما الراسماليين واصحاب المصالح عشو عم يبرموا؟ عم يبرموا كيف بدهم يستفيدوا من العقارات. للاسف للاسف يعني المقاربة تختلف لهذه الصدمة وكل هالصدمات اللي شو الأسلوب اللي يخليني أقول أو كيف هيك بديت بكل صدمة من هالصدمات السبعة بمعالجتها بهذا الكتاب؟ أول شيء أنا كصحافي مشهور عني، كانت من وقت كنت شاب عمري 20 سنة كنت أشتغل بمجلة الحوادث، مشهور عني بالتحقيقات، يعني كنت ريسيرشر بعمل تحقيق طويل ثلاث اربع صفحات، كنت متعلمه من وحده كانت بالنوفيل اوبسرفاتور اسمها جوزيت اليا، اجت مره على بيروت تتعمل تحقيق، وكنت انا بالحوادث اجت لعنا ورفقتها، وضلت يومين بلبنان، كثير تاثرت بهالميثود يعني. وكان الله يرحمه سليم اللوزي له ثقه فيي، يعني عامل تحقيقات كبيره بالحوادث ومقابلات وتدقيق، يعني عامل مثلا انا عن سرقه البنك البريطاني بالحرب ال 75، نزل بمجله الحوادث ملف 16 صفحه، يعني فوت بالديتاي تبع الاشياء، ولاني راسي سينمائي يعني كمان كنت غطي مهرجان كان وكاتب بوليسيه، يعني صرت اكتب روايه بوليسيه، فصار عندي بشكل طبيعي حس البحث التفتيش عن الاشياء، وما بصدق يعني انه مثلا بتحط لي قدامي هيك الصوره ومنها طبيعيه. يعني هلا مثلا قال لي انه شرقوطه التلحيم طارت من هذا، دقت ب بفرقعه الفرقيعه وشعلوا الامونيوم وطاروا المرفأ، لا يعني انا كثير صعب على عقلي اني صدق هيك روايه مبسطه، ما بحب التبسيط. اذا وصلت للتبسيط واقتنعت بالتبسيط بكل بساطة بقول اوكي هذا هكذا حصل، اما انا اني شوف بالثورة او ما يسمى بالثورة، سمي بالثورة، شو له علاقة وزير يطلع يحكي عن الاتصالات؟ شو مين كلفه هذا الوزير اللي طلع محمد شهير طلع عمل انه على اربعة سنس؟ هو حكي عن الاربعة سنس بعد منها بدقيقتين، التلفزيونات كانت موجودة على الرينج والدواليب جاهزة واشتعلت النيران ما في خمس دقائق، بتقلي ارتكي هلا زبطوها كلها سوا هيك وحاضرة، والتلفزيونات كانت جاهزة والبث المباشر والنواب القبضيات يلي بيفهموا بلشوا يعملوا تحريض. طب نتيجتها شو؟ نتيجتها الوحدة اللي كاتب بالكتاب انا شوفوا شو صار، تسكرت المصارف 15 يوم، خلال ال 15 يوم تسكير تم تهريب الاموال الى الخارج. صح. وقعت الازمه الاقتصاديه، هيك بتطلع بالنتيجه. ما بزقف. ومن المستفيد من ذلك؟ مستفيد مني الراسماليين الكبار يلي تابعين للراسماليه المتوحشه يلي تحكم العالم، العولمه. حلو. يعني اليوم كل شيء عم بتصب فيه الى هذه الراسماليه الكوارث. نعم. اليوم يمكن هالمفهوم خليني اقول يعني عايشينه، ولكن كان غريب شوي هيك يمكن عن التفكير، عن يمكن هيك كمان هذه الصدمات اللي عددتها كمان كانت كلها عم بتصب بتفعيل او تجسيد هذه الراسماليه للكوارث مستثمرين فيها، هذا هناك استثمار فيها، الهدف هو تدمير البلد. يعني تشومسكي بيحكي عن العشر نظريات لتدمير الشعوب، مش وحده، يعني ميلتون فريدمان اكبر منظر اقتصادي بامريكا، يعني هو صاحب الفكر الاقتصادي تبع الراسماليه او اللي بسموها الراسماليه المتوحشه، ما بيامل بوجود دوله، يرفض انه تكون الدوله موجوده، لازم القطاع الخاص والراسماليين الكبار هن اللي بدهم يعيشوا من الدنيا. اليوم شو بقي بلبنان؟ بقي مجموعه من الفقراء لا تحصى، وأقلية مهربة مصرياتها إلى الخارج، أقلية جدا، أو
مجموعة ناس بتتلقى مساعدات، يعني تحولنا إلى شحادين. يعني اليوم أنا إذا بدي أجي لهون، لو ما عندي أختي أو قرايبي بكندا بيبعت لي مساعدات، أنا ما معي أعبي بنزين وأجي لهون، لأني أنا كمتقاعد إذا كان معاشي التقاعدي، كل معاشي التقاعدي ما صار بيساوي تنكتين بنزين بالشهر، مثلي ومثل كذا إنسان في لبنان بيعاني من هالأزمة. يعني هالأزمة صبت بالنتيجة في مصلحة الرأسمالية الكبرى، يعني صبت بالرأسماليين اللبنانيين. انت مع خبر انه اليوم مثلا شركه مثل بلاك روك، الشعب اللبناني اذا بتجيب هلا 100 انسان بتقول له بتعرف شو هي بلاك روك؟ 99.99 ما بيعرفوا، اذا بتقول له افونجارد بتعرف شو هي الافونجارد؟ ما بيعرف. بيعرف انه البلاك روك شركه تملك 70,000 مليار دولار بالعالم، هي مسيطره على اقتصاد العالم كله سوا، هي بتعمل حروب، هي بتوقف الحروب، هي بتبلش حرب هون، هي هلا مثلا بلبنان تدمير لبنان من الداخل. كيف يدمر؟ بيقول جنرال اسمه ماكس فان مورنينغ، عمل محاضره بتل ابيب سنه 2017، حضروها كبار ضباط الناتو وكبار كبار اجهزه المخابرات بالمنطقه وبالعالم. شو بيقول؟ بيقول اسمها الحروب من الداخل، بيقول ما بقى مش الهدف، ما بقى في نظريه ما بقى حروب من الخارج، اسمها الجيل الرابع من الحروب. نحن الان لسنا بحاجه لتدمير الجيوش او الاحتلال، نحن مندمر المجتمع. علي بيقول جمله من الام ما يكون بالتاريخ، ندمر المجتمع من الداخل فيستيقظ ميتا. يستيقظ ميتا، المجتمع اللبناني استيقظ ميت، ما لقى حاله الا انتهى. لما السنه الماضيه كنا نوقف بالصف ورا البنزين كانت ب 40,000، يقولوا لنا شيلوا الدعم بقى خلص، ما بقى لنا جلاده نوقف بالصف. طيب ما هني لو شيلوا الدعم كنا عملنا استيقظنا، لانه كنا اخذك بالهلاك التدريجي لحظه ورا لحظه لحظه ورا لحظه، اخذ لك انفاسك. شيلوا الدعم يا خيي، شلنا الدعم، فقنا اليوم ما معنا نعبي تنكة بنزين. هذه الجيل الرابع من الحروب. هذا هون الكتاب بيحكيك بالتفاصيل عن الاسلوب الامريكي مش والصهيوني، اكيد لانه ما في خلاف بيناتهم. من هون انا لما بحكي عن الثوره بالكتاب والان جي اويات يلي مموله، مش انا عن خبرك انه ممولين هن، يعني شو اسمه فوكوياما بيقول الاستثمار بيقول القضاء على العالم العربي يكون من عبر الفقر والعوز والجهل، وهذه يمكن تحقيقها من خلال المنظمات الغير حكوميه الان جي اويات، لانه بتجي للضغط. مولوا الان جي او وبتحطم المجتمع. مولوا مين عم بمول الان جي او؟ يعني عندك واحد اسمه جورج سوروس قاعد بهنغاريا، هيدا عنده معهد اسمه ناد، هو بيعطي، فوت على المشي، مش انا يعني، فوت على الانترنت تبعه، فوت على ناد وشوف شو بيعطي فلان وشو بيعطي فلان. عم بيدفع مليارات الدولارات سنويا للمؤسسات، منها شغال بلبنان، منها شغال بسوريا، منها شغال بمصر. كل هاي الثورات هو عملها كل انحاء العالم، هاي الثورات الملونه، وبقر يعني مش انه مسحي، بس مشكلتك الجهل الموجود بلبنان. استاذ انطوان، يمكن ضويت على حاولت يمكن هالجهل انك ترجع تعرف اسبابه ومكامنه من خلال هذه الصدمات، ولكن يمكن هيك النتيجه اللي حملها عنوان هذا الكتاب هي ان كل هذه الصدمات ما بعرف اذا ادت او ستؤدي الى نهايه لبنان الكبير. ونحن اليوم يعني مش من اليوم، من فتره عم ينحكى اليوم بتغيير النظام، إلى ما هنالك اليوم نظام عقد اجتماعي جديد، يعني كل الطروحات اللي كانت مطروحة كيف يكون هذا الوطن قابلا للحياة في، ما بديش أقول أرجع مئوية جديدة لأنه ما عم نعرف هالمئويات، بس اليوم يعني من خلال هيك تسلسل هذه الصدمات اللي ذكرتها، هل أدت الى نهاية لبنان الكبير؟ ويمكن هالعنوان المعبر، ما بعرف كمان اذا عم نشوفه عبر الشاشة، واللي هيك فيه كمان شطب بالقلم الاسود، وقلت لي انه كمان ابنك هيك ابني عنده شركة اعلانات، هو اللي صمم هالغلاف، دايما بيصمم لي كل كتبة ابني. بقى خبرنا هيك شوي، لوين واصلين هيك من بعد ما قعدنا هذه القراءة؟ الفصل الاخير بالكتاب هو نهاية لبنان الكبير، يعني الكتاب مش عن نهاية لبنان الكبير، مثل ما قلت على الصدمات. اما لبنان الكبير هذا الكيان يلي خلق سنة 1920، يعني بعد تفكك الامبراطورية العثمانية، اجوا الفرنسيين خلقوا عدة كيانات،
بالمنطقة. يعني بمعاهدة سايكس بيكو، هي أساسا شارح أنا هون شغلة كتير حلوة، إنه ما لنا معاهدة سايكس بيكو، هي سايكس بيكو سازاروف، يعني كانت فرنسية إنجليزية روسية، كان وزير خارجية روسية داخل فيها، بعدين انسحب الروس. قسموا المنطقة إلى دويلات، ست دويلات، خمس لبنان هو الرقم ستة وخمسة بسوريا، هوليك رجعوا توحدوا، نحن بقينا. بلحظة قبل ما قبل إعلان الدولة سنة 1920 كان في بوزارة الخارجية بيكي، كان ضده لجنرال جورو، يعني ضده بالفكر، كان هداك جنرال جورو عسكري، هداك كان بوزارة الخارجية، طلع كان فكره قال له اوعى تعمل لبنان بالشكل اللي هو هيك، بيكي الى بيكو. نحن انك انت تدخل هالكميه، عفوا هلا استعمال التعبير، بس هيدي مش لهالي التعبير، التعبير للي للفرنسيين، انه ضم كميه من المسلمين الى هذا الكيان المسيحي سوف يتحول الى ازمه في المستقبل. افضل لك بلا ما تحط طرابلس عملها فيل ليبر، يلي ساكن بطرابلس معه مسيحي بيكون معه جنسيه لبنان الكبير، واللي منه والمسلم بيكون معه جنسيه سوريا. رفض البطرك رفضا قاطعا واصر على لبنان الكبير. هذا لبنان الكبير بلش ياكل صدمات من سنه 39، يعني 39 لما قرروا اجوا السنه والموارنه، لانه كان الموارنه هن التغيين على السياسه الداخليه بلبنان. هذا لا يقلل من شان الطوائف المسيحيه الاخرى، يعني الروم الارثوذكس او الروم الكاثوليك، بس بهالفتره هيدي انا عم بحكي هون علم، ماني عم بحكي تعصب لطائفه او غيره. قرروا يطلعوا الفرنساوي، اخذوا القرار باخراج الفرنسي من لبنان وطلب الاستقلال. كان قرار كثير، يعني مثل ما تقول ولد بعده عم يمشي عم يحدو، صحيح. ما تعلم يمشي بتقول له بدك تنزله انت على كونكور ركض، ما كان جاهز للمشي. ما حصلنا على الاستقلال، جاءت الصدمة الكبرى يلي هي خلق الدولة الإسرائيل، يعني من 45 بعد 3 سنين ولدت دولة إسرائيل. دولة إسرائيل عطيتنا روافد فلسطينية خربطت البالانس بلبنان. هاي تاني ضربة أكلها لبنان الكبير، يعني التالت ضربة أكلها لبنان الكبير هي الثورة تبع 58 والانقسام بين بغداد، حلف بغداد والثورة. أما الضربة القاضية كانت نشوء منظمة التحرير الفلسطيني بقلب بيروت، يعني تحول الفلسطيني اللاجئ سنة 48 إلى فلسطيني مسلح، خربط الكيان، خربطها كليا، ورحنا على الحرب الأهلية. يعني ليك وين صرنا، يعني ما أنه كنا نتابع تدريجيا، فتنا بالحرب الأهلية، استمرت حرب الأهلية وانتهت باتفاق الطائف. اتفاق الطائف كان هو يعني بدك تقول خز نص دفتر لبنان الكبير، يعني الكيان إذا بتشوف لبنان الكبير الذي ولد سنة 1920 ولبنان 1990 بعد 70 سنة، هون النظام تغير، سقط النظام الأول، سقط النظام 43، يعني نظام 20 43 مساك 43 1990، اليوم اخر مرحله كانها اربع مراحل، اخر مرحله قضيت عليها الانهيار الاقتصادي وتدمير المجتمع وتدمير العمله الوطنيه. كان لبنان مصرف العالم العربي، صحيح. دمروا، انا هون حكي عن البترو دولار للاساس، بس كان لبنان بالستينات لما عملوا ازمه انترا مفتعله كليا، كان هو كان الدول العربيه تجيب هالمصاري كلها سوا تحطها بلبنان، كان في ازدهار. لا ليش بدها تكون البترول المصرية تنحط هون؟ الأمريكان لا، اخترعوا شيء اسمه بترو دولار وراحوا عملوا اتفاق مع المملكة العربية السعودية، صاروا يجوا المصاري من حقهم بيرجعوا على أمريكا. يعني برمي وما بقى حدا له حق يشيل البترول. من هون تنختصر الموضوع، الصدمات التي تلقاها لبنان الكبير بلشت قلت لك من الثلاثينات القرن الماضي ولم تزل يتلقاها. يعني هالكيانية اللي خلقت سنة 1920 هي سقطت، سقطت وانتهت. يعني لا يمكن انك ترجع على دولة رئيس الجمهورية فيها كأنه مطلق الصلاحيات مثل ما كان بال 1920. اليوم رئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات. من ضمن انا الاشياء اللي حكيها انه الثورة او ما يسمى بالثورة هدفها كان الاول تحطيم الدولة، تحطيم الكيانية الدولة كأنها انقلاب سياسي. كيف؟ لما قدم سعد الحريري استقالته
بعد 13 يوم من الانتفاضة، قال الشعب اللبناني بحاجة إلى صدمة. استعمل كلمة الصدمة وطلع. لما طلع سعد الحريري من الحكم شو صار؟ بطل في حكم. الدولة هون بلبنان الحكم لأنه هو كانت قائمة على لا بالقانون بالاتفاق الطائف، هي مجلس الوزراء مجتمع عن صحيح يحكم. لما بقى في مجلس وزراء بطل في حكم بلبنان. يعني القرار، يعني هيدي الصدمة اللي الصدمة اللي عملها انسحاب سعد الحريري من كمان ذكرتها بهذا كتبها بالتفاصيل الكتب. لأنه هو يعني بالبيان حتى صحيح بيان يا أما عن جهل أو عن سابق تصور وتصميم استعمل كلمة بتصب بصميم الكتاب، قال الشعب بحاجة إلى صدمة. استعمل كلمة الصدمة هو وريا الحسن، قالت لهم كانت وزيرة بالحكومة، قالت لهم هذا هذه الثورة، وإذا هلأ استقرت الحكومة سوف نذهب إلى الفوضى العامرة، يعني نذهب إلى ما تقول عليه كوندوليزا رايس الفوضى العامرة. وما وصلنا إليه اليوم. قالتها يعني هودي أنا من فمك أدينك يا إسرائيل، أنا ما مش عم بختار عنه، هني قايلين هيك، أنا شو خصني؟ أنا بجيب لهم، بس إذا ما حدا شايف بضل يمكن يضل صحافي مثلي بيشوف ويكتب. أستاذ أنطوان فرانسيس، أنا بدي أشكرك اليوم على هذه الإضاءة على هذا الكتاب، خلقت لنا صدمة كمان. ولكن هيدي الصدمة بتدعينا أنه نقرأ ونعرف أكثر ونبحث في التاريخ ونعرف كيف نقرأ، لأنه على أساسها نقدر نعرف كيف نبني للبنان الجديد. أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دايما. شكرا لك وشكرا لاستضافتك، وأنا بتمنى كل الناس تقرأ. يعني الثقافي هو من ضمن الاشياء هالتجهيل، ما تقرا وما تكون عندك صح. اي اطلاع وما يكون لانه بتلتهي بامور ثانيه لهوك لهوك بالتلفزيونات. هذه كانت ايام التتريك، سياسه التجويع، كل عمرها هذه دم بالخبزات وبالهيدا لنوصل لهذا الجهل. اهلا وسهلا فيك وعلى امل دائما ان شاء الله يا رب. اعزائنا المشاهدين بريك واكيد من بعده مكفين سوا، خليكم معنا.